أرجو منكم الانضمام إلى القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر الموجود أسفل الفيديو، يعني سابوني، والضغط على الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة فور نزولها، وكذلك الضغط على زر الإعجاب يعني جيم لدعم القناة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. أنا رحين كمل مع السنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني، نديروا المواضيع نفهمهم لهم مليح، إن شاء الله هذه الطريقة يريحة تفيدكم وتستنفعوا بهم. إذن نقرأوا النص تاعنا. لاحظت بلي كاين نصوص بزاف اللي راهم يهضروا على الماء. على هادي راني زدت جبت لكم موضوع اخر اللي النص تاعو يتكلم على الماء، ان شاء الله الاساتذه تاعكم يطيحوا في موضوع هكا يديرهم لكم وتكونوا نتوما درتوه وتحصلوا على علامات ملاح ان شاء الله. هيا نقراو النص. كيما المره اللي فاتت لاحظت بلي عجبتكم الطريقه اللي استعملتها، يعني نشرح لكم النص مليح هكا منو تتعلموا كلمات ملاح ونفهمها. هيا نبداو. لو اي بريسيوز، يعني الماء حاجه ثمينه. Une fois, mon père m'a demandé de laver la voiture. قال واحد المرة بابا قال لي روح اغسل la voiture. M'a demandé, يعني طلب مني de laver معناتها يغسل. La voiture يعني السيارة. Pour faire vite, يعني نغاول. قال لك باش نغاول j'ai branché un tuyau au robinet du jardin. راح دار tuyau لي نغسلو به، هذاك لي نستعملوه باش نغسلو السيارة. برونشاه يعني راح دارو في العين تاع الحديقة تاعهم. Tout à coup, ma mère est sortie et elle a vu de l'eau partout. قالك فجأة ماما خرجت وشافت الماء مسيح كامل في القاعة. Écoute-moi mon fils, اسمعني يا وليدي، ماتلدي قالت لي. L'eau est très importante. On ne doit pas la gaspiller. الماء حاجة بزاف ضرورية، ما لازمش نفسدوها ونبدلوها. Oui maman, je sais. Mais je ne suis pas en train de jouer, lui ai-je répondu. قالها ايه ماما على بالي، je sais. Mais بصح ما رانيش نلعب بيها ولا يعني نخسرها، هو حاب يقول. قالها الولد lui ai-je répondu معناتها ريبونديت لها. Je vois bien ce que tu es en train de faire. قالتلو على بالي راني نشوف واش راك دير. Mais tu ne peux pas laver cette voiture. Mais tu peux laver cette voiture sans dépenser autant d'eau. قالتلو تقدر تغسل هاد الطوموبيل هادي بلا ما تفسد الماء هكا كامل. ديبونسي يعني تبذر. دوك نرفد ورقه كيما المره اللي فاتت ونكتب لكم الكلمات الصعبه وشرحتها بالعربيه هكا تعودوا ان شاء الله كل سوجي نديروه تفهموا به كلمات جدد وتشدوهم باش هكذا كيعودوا يعطوكم بلوتار بوضعيات ادماجيه تصيبوا باش تكتبوا يكونوا عندكم الرصيد اللغوي تاعكم يكون مليح. هاي نعاودوا. Mais tu peux laver cette voiture sans dépenser autant d'eau. قالتلو تقدر تغسلها بلا ما تضيع الماء هكا كامل. Prends un seau. La liaison بين الاس والاو هذا يولي prends un seau. Et une éponge. قالتلو ارفد بيدون و éponge لي تغسل بها. اسفنجة يعني. Tu vas voir le résultat. قالتلو تشوف النتيجة كيفاش. يعني هي حابة تقولو بلي تقدر تغسل الطوموبيل غير بيدون واحد، يعني كي تستعمل بيادن خير ما ترفد تويو وتبدا هكاك تفرغ ويضيع الماء بلا معنى. يعني effectivement يعني عندها الحق، صحيح واش قالت. J'ai terminé vite. قالك كملت بالزربة. La voiture était bien propre. قالك الطوموبيل كانت مقية يعني نقاها مليح. Et je n'ai pas utilisé beaucoup d'eau. قال لكم ما استعملتش بزاف الماء. هكا ان شاء الله راكم فهمتوا تري بيان، تفهمتوا النص مليح. نروحوا الان الى الاسئله. Compréhension de l'écrit. Complete par la bonne réponse. عمر بالجواب الصحيح. نعطيو لكم ثلاثه اجوبه وانتم تخيروا الجواب الصحيح. Mon père m'a demandé d'arroser les plantes. Le arroser معناتها يسقي. Les plantes يعني النباتات. هيا جاوبوني. بابا قال له يدير لي بلانت. لا ما قالوش يدير لي يسقي لي بلانت. De laver le linge. Laver يعني يغسل. Le linge يعني الحوايج.
لا لا ما قالوش يدير لو لانج دو لافي لا فواتور. نعم قالو يغسل السيارة. مون بير ما دوموندي دو لافي لا فواتور. هاي ديك الجواب كتبت كبير ان شاء الله هكا يتبان لكم، كتبت كبير قد ما نقدر. مون بير ما دوموندي دو لافي لا فواتور. مامون ما دي كو لو اي، نخيرو الجواب الصحيح اي بروبر. معنتها قالت لها ماما، قالت له الماء نقي يعني نقي، ولا قالت له امبورطونت يعني مهمه، ولا قالت له سال يعني موسخ. بروبر لا لا ما قالتلوش لو اي بروبر، قالت له سال لا لا ما قالتلوش سال، قالت له لو اي امبورطونت الماء حاجه مهمه في حياتنا. هاي ليك امبورطون. اذا الاجوبه اكو رايح نصيبوها في الصفحه تاعي على الفيسبوك، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، لا بار دانفو تصيبوا الرابط. Remplace le groupe de mots souligné par un adjectif qualificatif puis complète la phrase. قالك عوض le groupe de mots souligné اللي سطروا لكم عليه تعوضوه بادجكتيف كاليفيكاتيف و نعمرو لا فراز يعني تتعمر يعني اكمل الجمله. On ne peut pas boire l'eau de la mer. Elle contient du sel. On ne peut pas boire l'eau de la mer. كينجو نقولوها يعني لا نستطيع ان نشرب ماء البحر. Il contient du sel. معناتها فيه الملح. هذيك نعطيكم مثال، هذيك لا نستطيع ان نشرب ماء البحر، نقدر نعوضه بكلمه واحده، هي ماء البحر لا تشرب. هذه هي. هنا في الفرن ان فرونسي نقولوا لادجكتيف اللي نعوضوا به، لادجكتيف اللي نعوضوا به لو دو لا مير اي تامبوفابل، معناتها ما نشربوهاش، لا تشرب. ال كونتيان دو سيل يعني على خاطرش فيها الملح، على داك ما نقدروش نشربوها. يعني هنا في بلاصه كامل هاد الكلمات نقولوا برك امبوفابل، هذا هو، هذا هو لادجكتيف اللي لادجكتيف اللي يعوض كامل هادوما. ريكوبي لا فراز سويفونت بوي سولين لو سي او اي. La maman donne des conseils à son fils. COI هو à son fils. La maman عطات نصائح لوليدها. COI هو à son fils. لوليدها. Trouve dans le texte une phrase à la forme négative et recopie-la. قالك في النص صيب لي جملة في لا فورم نيجاتيف، معناتها كاين، شوفوا قلت لكم المره اللي قبل اللي فاتت قلت لكم بلي كاين جمله اون فراز افيرماتيف وكاين اون فراز نيجاتيف. يعني افيرماتيف ونيجاتيف، قلت لكم افيرماتيف يعني كلي جمله ايجابيه ونيجاتيف جمله سلبيه، هذا هو المعنى تاعهم. اذا نعطيكم مثال. Tu es beau. معناتها انت شباب. هذه une phrase affirmative. Tu n'es pas beau. معناتها انت ماشي شباب. هذه une phrase négative. هيا نشوفوا هنا في النص قالك خرجوا لنا جمل نيجاتيف ونقلوها. درت لكم ثلاثه. On ne doit pas la gaspiller. شوفوا الجمله نيجاتيف واش تصيبوا فيها، تصيبوا فيها نو وتصيبوا فيها با. هاي ليك نو با، هنا نو مي بصح الاو اللي يكون في نو ما يقدرش يتلاقى مع الاي، نديرو ان ونديرو ابوستروف ويولنا ني يعني ان ابوستروف. في بلاصه هاد نو نديرو ان ابوستروف كي يكون موراها اون فايل كيما ا الى اخره. اذا اون نو دوا با غاسبيي. هاي ليك نو با. جو نو سوي با ان تران دو جوي، ما رانيش نلعب. Ne ou le pas. Ne, il dit qu'il y a le fait ou pas, il dit pas le fait. Je n'ai pas utilisé, je n'ai pas utilisé beaucoup d'eau. Mais c'est un mot qui est un apostrophe. Quand il y a un a-i,
يعني كاين اون فايل بعد فايل بعد الان هدايا نديرو ان ونديرو ابوستروف با يوتيليزي بوكو دو. ستة واش قالوا لنا؟ Remplace le groupe nominal souligné par il au pluriel ou la elle au pluriel. Les garçons lavent la voiture de papa. دراري يعني الأطفال مي بصح ذكور يعني كلي ذكور دراري lave la voiture de papa. Les garçons نقول لهم elle ولا il حاجة مؤنثة ولا مذكرة نقول il au pluriel. على خاطرش إل هذا يرجع على المذكر وآل يرجع على المثنت يعني كلي هادي هم وهادي هن. Les garçons lavent la voiture de papa. ترجع لنا إل lave la voiture de son papa. Les filles نقولوا لي في عليهم إل ولا آل نقولوا آل على خاطرش هذا لي مؤنث نقولوا آل زاد لوغ مامون أفير لو ميناج يعني هذه نحوها ونديرو في بلاصتها آل أو بلوريال آل زاد لوغ مامون أفير لو ميناج راهم يعاونوا ماماهم باش ينقيو الدار يعني يديروا لو ميناج ينظفوا الحالة. إكري كوريكتومون لو فيرب اكتب يعني اكتبوها بطريقة صحيحة هاد الأفعال. Je laverai la voiture يعني laverai راهو في الفيتور واش نقولو على tu. Je laverai tu laveras as elle شوفو مليح ما تروحوش تغلطو elle راهي بلا الاس elle يعني راهي au singulier elle lavera la voiture a نو لو كان قالوا لكم هما قالوا لكم غير ديروا تو و ال لو كان قالوا لكم نو نو لافيرون ار او ان اس فو لافيري ار او زد اي لافيرون اي لو بلوريال يعني بالاس اي لافيرون ولا ال لافيرون ار او ان تي احفظوا لي تيرمينيزون خلاص جيبوهم صحاح مي لي مو سويفون او بلوريال ديروهم في الجمع ان سو واش يولي لنا دي سو يعني ديرو اكس فلافان ان فو دي فو كيف كيف ان بيجو دي بيجو كيف كيف اكس. نروحوا الان الى الوضعيه الادماجيه قالوا لنا كومبليت افيك لي مو سويفون امبورطونت في دي زانيمو او غاسبي يعني تعمروا الفراغ بالكلمات المناسبه. نقرا لكم النص بعد ما عمرناه يعني بعد ما ملأنا الفراغ ومن بعد نشرحوه. لو ايت ان برودوي ناتوريل. Elle est importante dans la vie des hommes, des animaux et des plantes. L'eau est donc très précieuse. Nous ne devons pas la gaspiller. Et donc, l'eau est un produit naturellement حاجه طبيعيه. Elle est importante ou مهمه dans la vie des hommes, يعني تاع الانسان, des animaux, معناتها الحيوانات et des plantes, يعني النباتات. L'eau est donc très précieuse, يعني الماء حاجه ثمينه. Nous ne devons pas la gaspiller. Mais les hommes, ils n'ont pas d'y avoir un bateau. هذه هي النص لازم تفهمه باش هكذا تعمروا الفراغ بطريقة مليحة يعني بطريقة صحيحة. إذا إن شاء الله يكون فاتكم الموضوع تاعنا تاع اليوم إن شاء الله يكون فاتكم الموضوع تاعنا تاع اليوم وإلى اللقاء والمرة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.